يقول السائل: رجل يملك شقتين، مؤجر الأولى بمبلغ شهري والثانية يستخدمها مقر للتجارة التي يملكها، فما الزكاة فيها؟ أما المحل الذي يستعمله للبيع والشراء ويسكنه للبيع والشراء ليس فيه شيء، وأما المحل الذي يؤجره فإنه يزكي الأجرة، يزكي الأجرة التي يحصل عليها منه، وأما نفس المحل الذي يؤجر فليس عليه زكاة، إنما الزكاة في أجرته. نعم.